مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام عباره عن مسابقه بتبقى بين اتنين كابلز، الجائزه بتاعتها 150,000 جنيه. المسابقه بتبقى عباره عن دردشه واسئله معلومات عامه، بنعرف مدى التوافق بين الزوجين، الحب في كذب في الموضوع ولا لا. خلونا نبدا على طول واعرفكم على ضيوفي. معايا نجوى. اهلا وسهلا. شريف. كندا. حسين. اهلا وسهلا. نجوى، قولي لي، متجوزه بقالك قد ايه؟ 12 سنة. 12 سنة. عرفتوا بعض ازاي؟ احكي لي. احنا تعرفنا من 12 سنة، كان هو صاحب جوز اختي، وتعرفت عن طريق جوز اختي، يعني هو اللي عرفنا عن بعض. اوكي، يعني كانت قصة حب ولا؟ لا، كانت قصة حب. قصة حب. اوكي. انتي تعرفتي ازاي على بعض؟ عندي ايجنسي كده، وكان في شغل ما بيننا، وكان عايش في قطر. اوكي. فكان في شغل ما بيننا، وفضل شويه كده يعني يحاول يبقى لطيف، وانا ما كنتش عايزه الموضوع اصلا من بابه، مش عايزه اتجوز اصلا يعني. وبعد كده بقى للاسف اتجوزت. انت بايعاك خالص؟ لا انا مش كده، بس انا ما كنتش مع فكره الجواز يعني. اوكي. عندكم اولاد؟ لا لسه. طيب خلونا بقى نبدا في فقره الاسئله العامه. تمام. الاسئله دي هم كام سؤال هنقولهم، اوكي، واللي هيجاوب اسرع هو اللي هتتحسب له البوينت. فركزوا معايا كويس جدا، هي اسئله سهله ما فيهاش حاجه. اوكي. طيب. ما ننساش حياتنا في الفقره دي. اول سؤال معانا، ما هو الطائر الاسرع في العالم؟ النسر. نعامة. كده بوينت هنا. كم عدد القلوب لدى حيوان الاخطبوط؟ 3. 2 بوينتس. ما هو الحيوان الاسرع في العالم؟ الفهد. 3 points. في اي مدى تقع ساعة بيج بن الشهيرة؟ باريس. لندن. لا، في امريكا. لندن. اوكي، يبقى 1 point 3 points. ما هو علم السوسيولوجي؟ اجتماع ولا بيئة؟ اجتماع. صح كده 4 نقط ونقطة هنا. ما ترد عليا انت برضه ما انا مش عارف السؤال. ملتزم الصمت طول حياتي. اول من استعمل شوكة الطعام؟ ملك فرنسا. من استعمل شوكة الطعام؟ صح. 6-1. ثانية بس، المعلومة دي. كم لاعب يتكون منه فريق كرة السلة؟ 12. لا اعتقد 8. 0. اوكي، هما 5. أين افتتح أول متحف في العالم؟ هنا في التسعميات. صح، القاهرة سنة 1951. 51. تمام. معرفش المعلومة دي. لاعب مصر الدوري حسام حسن كان بيلبس 9 طبعا. 9. احنا ما لحقناش. اوكي. تيم كان ده هو اللي طبعا كسب معانا. تمام. اوكي. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع مع فقرة أخطر. هي فقرة الرجالة ما يعرفوش يكذبوا مع دكتور مؤمن بشار. ودلوقتي فقرة الرجالة ما بيعرفوش يكذبوا. جهاز كشف الكذب دوت، بنسأل الضيف سؤال، جاوب عليه صح نور أخضر، جاوب عليه غلط هينور أحمر. جاهز؟ جاهز. بتحب مراتك؟ جدا طبعا. تمام. اكتر موقف بتتضايق منه وانت برا الشغل، ترجع لمراتك ولا تروح القهوه؟ لا، برجع لمراتي. تمام. اخر سؤال، المدام كانت اول حب في حياتك؟ اه. طيب بتشوف الراجل ازاي؟ معلش سؤال كمان، بتشوف الراجل ازاي اللي بيتجوز على مراته؟ يعني هل ده تصرف صح ولا تصرف غلط؟ يعني حرية شخصية. تمام، أنا خلصت. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. جاهز؟ والله جاهز، بس يا ريت تخليها أخضر على طول. خليك والله جاهز. أنت وشطارتك. أنا رجالة. جاوبت صح هيبقى أخضر، جاوبت غلط ده فين؟ هيبقى أحمر. هنا؟ أهو حضرتك. ما تبصيش. بتحب مراتك؟ جدا طبعا.
لو سافرت سفرية طويلة هتاخدها معاك ولا هتسيبها؟ لو شغل لا، لكن لو فسحة اكيد تبقى معايا. تمام. مراتك اول حب في حياتك؟ لا. بتشوف الراجل ازاي اللي بيتجوز على مراته؟ يعني حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة؟ بص هي دي حسب ظروفه، يعني بتبقى حسب الـ 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 ايه اللي خلاه يعمل كده. اصل في واحد بيتجوز بيبقى يعني عينه فارغه، وفي واحد بيتجوز. تمام. هل خنت مدام قبل كده؟ لا. هل خنت مراتك قبل كده؟ لا. طيب هل خنت مراتك قبل كده؟ يعني ما يعني مش خيانه يعني. انا باكد عليك، كان يعني جواز وخلاص وانفصال، يعني كان مش خيانه بمعنى كده. لا انا سؤالي واضح وصريح، هل خنت مراتك قبل كده؟ لا. تمام. الجهاز ده بايظ على فكره. لا هو ده على الحس يعني بيحس بكل النبضات بكل حاجه. لا من احدث الاجهزه يعني. لا بايظ. تمام. اخر سؤال بقى. اتفضل. مراتك لو انت وهي متخانقين هل بتهرب ولا بتواجه؟ لا والله بواجه ده كتير يعني، والحمد لله بنصالح يعني. بجد؟ اه والله. هي تقول لك يعني. تمام. انا خلصت. طب الحمد لله. تقدر تفك. شكرا. الحمد لله رب العالمين. مفيش حاجة تانية قبل ال ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنشوف نتيجة الاختبار اللي حصل معانا على الشاشة. ايه ده؟ احنا تو؟ انا تيم تو؟ احنا تيم وان ولا تيم تو؟ انا تيم تو. انت تيم وان طبعا. لا انا كنت تو. لا وتيم تو تيم كندا. انا تيم تو. انت تيم تو وانا تيم وان. من فضلك. نجوى تيم نجوى تيم وان وكندا تيم تو. سو كده كندا هي فريق كندا هو اللي كسبان. طب نتيجة متوقعة. طيب ليه ما سمعتش؟ قلت لك النتيجه متوقعه. ده كده معقوله ابقى في تيم وما اكسبش؟ اه طبعا. ليه بتقولي ناس متوقعه النتيجه؟ عشان لا انا عارفه الاجابات دي كلها عامه. لا عشان عارفه يعني اوريدي. هي صريح انا صريح معاها والله يعني مش واثقه فيها. لا مش حكايه ثقه، انا عارفه كل الاجابات دي. حاسه انه مش مخلص كفايه. يمكن الجهاز بايظ ولا حاجه. واثقه ان لازم يكسب. قول لهم الجهاز بايظ. انا بقول كده برضه والله محدش مصدقني. اكتر حاجه فيك عجباني ضحكتك. ربنا يخليك. بتضحك على طول سواء مراضيها مزعق انت بتضحك. ما لازم طبعا نعمل ايه يعني. انا بعمل كده برضه معايا. طب ده كويس. بضحك على طول زعلان فرحان انا بضحك. طيب يا جماعه هو احنا لغايه هنا ما خلصناش. اها. انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي تيم ده هو اللي كسبان. بس في كارت بلانش ممكن نستخدمه. أيوة. تمام يخلي النتيجه في تعادل وبعد كده بنطلع على الستاب اللي بعدها علشان نكسب ال 150,000 جنيه. يا رب. هيدوكي فرصه. القرار هيكون بتاعكم. تمام. الكارت ده لينا احنا الاثنين ولا ليهم هم؟ لا الكارت ليهم هم لان هم الفريق الخسران. بس بشرط لو وافقتوا على اللي انا هقوله مش هينفع ترجعوا بعد كده في النص، لازم هنكمل للاخر. طب نعرف ايه هو الاول؟ لا هي كده كده مراتك في كل الاحوال بتكمل في كل حاجه، مكمله معاك بعد كل الكذب ده، مش هتكمل في المسابقه وناخد ال 150,000. شريف يلا. عندك استعداد ان احنا ناخد تليفونك ونقلب فيه راندوملي نطلع صور فويس مسجز وات ايفر؟ وايه ناخد موبايلك. أيوة. نطلع منه صور مسجز whatever. صور ليك انت ونجوى. أيوة. مسافرين. في صور لينا وهي هي عارفه صحابك ولا لا؟ عندك استعداد ان موبايلك يتعرض منه حاجات؟ انا عايزه اتفرج. انا بجد مستمتعه جدا. مش عايزه ال 150,000 اصلا لو انتوا شفتوهم. اوكي ليه احنا نفسنا؟ ليه؟ لا احنا كده. هو المفروض مين اللي وافق، هي ولا هو؟ مين اللي تاخدوا الموافقه من مين؟ هو الولد اللي تاخد منه الموبايل. يبقى هو المفروض يوافق. انت مستعده؟ لا لو صور انا وهي ممكن اطلعها لكم يعني.
لا هم اللي طيب. يطلعوا هم اللي يدوروا. لا ما يعني احنا اللي هناخد الموبايل. ما في صور في المجال. احنا اللي هناخد الموبايل. ما في صور خاصة بناس في المجال ما ينفعش ان انا يعني اظهرها. هم يعني. فنانين كده كده بيمثلوا. مش هنبين صور فنانين او حاجات خاصة. في ناس لسه بادئه في المجال يعني. مش هنبين. انا لسه النهاردة موريها صورة واحدة يعني هي بعتها لي عايزه تدخل مجال الفن وقلت لها مش بايديا الموضوع ده بتاع ده بتاع مخرج او منتج يعني. يعني انت موافق ولا مش موافق؟ 150 الف جنيه فكر كويس. عادي بقى يعني بس وروني اللي انتوا هت قلت لي 150 الف ولا اطلع 150 الف جنيه فكر ماشي كويس. ماشي انا موافق بس يعني انا اللي اقول لكم خدوا الصور دي مش اوكي موافق. طيب عايزة حد من الكرو يا جماعة يجي ياخد موبايل شريف بعد إذنكو. موبايل هستأذنك بس لو ليه بصمة أو كده تفتحه. احنا لو عايزة الموبايل وناخد 150 هتجيلك دلوقتي ونمشي وخلاص. طلعوا لنا كده أول صورة. نجوى مين دول؟ هم أصحابه بس من زمان يعني بقالها كتير قوي. يعني 4 سنين. يعني عارفه كل الاشخاص اللي في الصوره دي كويس؟ بس عارفاهم كنتي معاهم في اليوم ده. اوكي طيب مين دول يا شريف؟ عرفني. استاذه رانيا شاكر ميك اب ارتست جوزها الدكتور محمد دكتور صيدلي. اوكي عمرو صديقي في المجال الفني. تمام بس وانا حلو الحمد لله. اللي بعده مين ده يا نجوى؟ ده المخرج المنفذ. الله نجوى شكلك حلو قوي في الصوره دي. انا يعني هو بيحكي لي عليهم بس بقالهم فتره فانا بنسى اساميهم عشان مش علاقه قويه يعني ما بين. بس انت عارفه ان ده صديق كويس. هو ده في تصوير تمثيليه باولو. صح اوكي هي عارفه مين ده. ده المخرج المنفذ للعمل يعني نسيت الاسم والله. بس شكلك حلو انا لازم افتكر حالا لان ربنا يخليك يا رب. والله ده انا كنت ما نمتش اصلا والله. ده كان مسلسل بابلو اخراج استاذ محمد حمائي. يعني الستايل بتاعك يعني الروبر دي والحاجات دي شكلها حلو قوي. اوكي ميرسي يا كندا على تعليقك. اللي بعده حبيبتي استاذ حسين. اسمه استاذ حسين. ده اكيد تصوير حاجه. دي اختك؟ دي اخت. لا دي مش ايه تصوير ايه مش فاكر هو ده ايه. نعم ده تصوير ايه مين دي؟ لا انا ما اعرفش. شكلك فرحان قوي كانك بتصور حاجه اعلان ده مثلا. لا دي حاجه انت كنت بتتفرجي على اعماله. طيب لا هي ممكن تكون دي حاجات في الاول خالص في اول التمثيل مثلا. مش عارف يعني حاجه دور مثلا انت ما شفتيهوش قبل كده. لا طيب اللي بعده يا جماعه. هو كل الحاجات بالبيجامات. هو في مين ده تصوير ايه مش فاكر حاجات مش فاكر ازاي انت ازاي معرفش يعني دي حاجات يعني ما بلاش الصور اللي فيها حريم دي احنا قلنا بلاش يعني. انت قلت لو لوحدهم. لا وبرضه لا اللي هو انا لوحدي او انا معاهم يعني. طب يا جماعه انا بالنسبه لي فاصل. انا حاسه ان الموضوع دخل في سكه انا مش حباها. فاصل وهرجع لك تاني. ما اعرف انا الصوره دي اصلا موجوده اصلا يعني. دي جت منين؟ الصوره دي قديمه مش مش هينفع حتي كمل البرنامج كده صح؟ طب ليه؟ ليه؟ طيب يا جماعه طب ايه استني طيب استني 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 هقول لك طب هم انتوا هتعملوا ايه تاني بعد كده يا جماعه؟ خلاص الصور دي خلاص مثبتين الصوره ليه يعني؟ لا ما عشان انا المنظر بس يثبت معايا. طب استني اقول لك طبعا استني طب استني لا طب استني 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 طب اقعدي طب اقعدي عشان مايك طب عشان مايك طب اقعدي اقعدي طب اقعدي طب اقعدي طب اقعدي طب اقعدي ثواني مش هينفع طب اقعدي طب طب استني طب طب ما دي صور قديمه دي صور قديمه دي اقعدي طب اقول لك طب اقعدي طيب اقعدي طيب طب اقول ايه طب اقعدي اقعدي طب اقعدي طيب طب هنقعد طب هنركب بس المايك هنركب المايك لا طب ادخل الحمام ثواني طب ثواني طب هنقعد بس ثواني ثواني نركب المايك بعد اذنك. على فكره هو في ايه اللي حصل؟ انا بس عايزه اقول لك حاجه. هو ممكن يبقى فعلا في مشكله حصلت لما انا خرجت.
لا تصوير ما نعرف. طيب هو غالبا ده كان حاجه احنا عاملينها زمان يعني دي من فتره طويله. انت مش عايزه تكملي البرنامج؟ طيب ماشي ثانيه. طب ماشي اصبري. لا مش هي اصبري. طب شويه نجوى احنا اتفقنا احنا اتفقنا ان احنا لو بدانا فالخطوه دي لازم هنكملها. طيب اوكي وانت نكمل عشان البرنامج. طب ما انت عارفه كل حاجه من الاول مالك. بس المايك بس عايزين المايك بتاع نجوى. على فكره هو ممكن يبقى فعلا تصوير هو يعني ممكن هو تصوير حاجه قديمه يعني ده كان حاجه قديمه من فتره طويله وهي عارفه ان انت بس متاكد ان هو تصوير. كان حاجه قديمه. طيب خلاص مش تصوير يا جماعه. ما هي قالت ان هي موافقه على اي حاجه. احنا مالنا بالموضوع ده. خلينا نخلص احنا لو سمحتي بعد اذنك سيبيني ادير انا الحوار. اتفضلي. اوكي هو يا جماعه مفيش حاجه ده مجرد انت لو شفتوا التاريخ اصلا بتاعي عليها هتلاقي. بس انا كنت بمسح الحاجات دي اصلا. نعم انا كنت بمسح الصور دي. جبتوها ازاي هي على تليفونك الا بقى لو انت كنت عاملها هيدن ف علشان لو هي قلبت في تليفونك او حاجه. لا هي ما بتشوفش بس يعني هو لسه بيقول تاريخ. ممكن ترجعوا للتاريخ الصوره خلاص. يا جماعه دي مش مشكلتنا دلوقتي. طيب انت بس كملي الحلقه عشان تسكت ساكت. ما ينفعش ما ينفعش ان هي تقف صح؟ لا هو ما ينفعش ان هي تقف وانا احساسي بيقول لي صدقيني ان هي حاجه. اوكي كانت مش مشكله نكمل يعني وارد يبقى تصوير او حاجه هو ناسي. اوكي تمام. علشان خاطر يعني نتاكد انه ما فيش حاجه بليز يا جماعه شوفوا لنا اي فويس مسج او اي مسج موجوده راندوملي. ايفو وحشتني قوي 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 قوي. اربع خميس جمعه حبه قليله جدا في اسكندريه يعني وحشتني يا قلبي. دي مش عندي. احنا نمشي احنا بقى. جدا جدا كنا حلوين قوي لحد كده. انا مش عارفه اقول ايه. الموضوع مش يا جماعه فاصل وهنرجع لكم تاني على طول. نجوى انا اسفه. هو كان في اسكندريه فعلا؟ لا بيوزات دي مش بتاعته اصلا. يعني ايه؟ لا دي اكيد غلط مش هو. لا انا كنت في اسكندريه بس كان شغلي يعني وكنت بكلمها على طول وفيديو كمان. انا اسفه اني اقول لك ان هي من على موبايله بس انا اسفه اصلا. انا عارفه انا بس بعدي الموقف بقى يعني خلاص مش هنحل. عايزين بقى نخلص المسابقه دي. طيب انا طب انا ممكن يعني تحبي تفرجي شويه؟ هجيب لك ميه. لا هجيب لك ميه وانت. طب انا اضطريت ادخل الحمام. ميه يا جماعه بعد اذنكم ندخل الحمام. استاذ عمرو حضرتك جبت حاجات قديمه قوي وكده سببنا مشكله يعني في مشكله مدام زعلانه طبعا. يعني هو المشكله ان هو اللي جابها ولا المشكله ان هي موجوده؟ لا دي قديمه. دي حاجات قديمه مش حاجات موجوده اصلا يعني دي صور بقالها زمن ما اعرفش جت ازاي اصلا يعني. مش فاكره الشكل ده. كنت انا قلت لك عليه قبل كده شكلها يعني قلت لك عليه قبل كده نسيتي ايه كنت اعرفها ولا مش فاكره. بس كان في تصوير حاجه بنعملها يعني مش فاكرة؟ أنا بتكلم على فكرة. سببتوا لنا مشكلة كبيرة جدا 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 يا جماعة. نعم. هو تاريخ الصورة كان الأربع اللي فات. أنا بصيت على شاك. عشان اربع ايه؟ لا دي مش 2000 بس وارد خلينا نفترض ان انت تكون ناسي برضه. خلي ايه؟ خلينا نفترض ان انت تكون عملت مشهد وناسي. لا احنا عاملينه من زمان. خليه جنبك. تحبوا نبدل التيمز؟ العب انا معاك وهي تلعب مع لو سمحتي يا استاذه اتفضلي. يعني ما تضايقوش نفسكم بقى خلاص كده خلاص. كده خلاص خلاص ايه؟ خلاص يعني مفيش حاجه تستاهل. هي بتقول لك خلاص يعني هي شايفها نوتها مفيش حاجه تستاهل. لا الموضوع خلص قصدي خلاص بقى نكمل يعني عايز هي متعوده اصلا يعني تمام ايه المشكله.
بس هي الحاله دي هتتذاع بالشكل ده؟ لا اعتقد هتتنتج يعني. انت شايفه ايه؟ لو انت عايزه تعملي ايه؟ اكيد لا طبعا يعني. ليه؟ طب ما انت كده كده موافقه على الحياه دي، ليه مش عايزه تذيعي؟ ايه؟ هي مش موافقه. لا مش شايفه بصراحه ان الموضوع يعني بصي انا اصلا معترضه ان هي تنزل، لو انتوا هتنزلوها لا انا هقوم. طب لو بصي لو انت عرفتي ان احنا دلوقتي بنعمل فيكي مقلب هتعملي ايه؟ هو مش مقلب وانا عارفه. والله العظيم مقلب. والله العظيم مقلب. برنامج المتزوج. والله العظيم ده الصور دي انا بتصورها بره دلوقتي. انا يا بنتي تفتكري واحده مستفزه قاعده جنب جوزها بتعمل كده؟ والله مقلب. الدكتور ذات نفسه هو بيقول لك والله مقلب. انت مقلب اصلا. لا سيبك من مقلب. تفتكري مثلا في واحده صورت عادي مقلب بتصوريه بره هتجي لك حالا. طب انا مش موافق. لا انت هتوافق غصب. لا بنوافق بقى. طب انا مش موافق بقى. شكرا قوي قوي واحنا اسفين.